هنبدأ نتكلم عن الرقاق. أنا طبعاً هعمل دلوقتي رقاق ناشف العادي بتاعنا خالص اللي احنا عارفين عليه وتربينا عليه من زمان، قبل ما يبقى موضوع الرقاق الطري ده يطلع ونحاول نطلع له وصفات يعني. طيب هنقول الرقاق باللحمة المفرومة، الرقاق الناشف. طبعاً عندي الرقاق، وعندي أنا جايبة الرقاق ده من عند إما مخبز أو من عند الأماكن اللي بتبيع الكنافة والقطايف أو مخبز، المخابز بتعمله، وهو اصلا من الاكلات الاساسيه جدا في مصر يعني. طيب عندنا بقى لحمه مفرومه، عندنا بصل مفروم، ثوم مفروم. انا الاضافه من عندي احط شويه كده مكعبات صغيره فلفل الوان تبقى من ضمن الحشوه يعني، وده بيبقى حلو كمان مع الرقاق الطري قوي يا مدام منال. ومعلقه سمنه، وعندي ملح وفلفل ورشه من البهارات، السبع بهارات بتوعنا او بهارات لحمه لو تحب، ورشه قرفه حسب الرغبه. هاخد كده اللحم هنا، خليني بس ازود هنا النار، بسم الله الرحمن الرحيم كده، الفلفلايه دي، وسايبه هنا بصوا الايه العكاوي، سايبها تاخد وتدي تغلي دلوقتي. وهنا انا عندي المرق اهو. اولا الرقاق ده لو عندنا مرق يعني مرقه لحمه مسلوقه، او كمان مواسير اللحمه من اجمل الحاجات اللي حضراتكم تقدروا تاكلوا على المرق بتاعها او الشوربه بتاعتها، رقاق بتبقى جميله جدا جدا. ممكن نسلق الماسوره ونبدا ناخد من المرق بتاعها ونسقي الرقاق، وبتبقى جميله جدا الحقيقه. طيب هبدا اسخن هنا بس كويس، النار هنا تقريبا مش عاليه قوي زي ما انا عايزه، خليني ازود هناك عايزه اقول لكم ان بالرغم ان الرقاق ده اكله مصريه يعني بناكلها كتير في العيد ومتداوله عندنا، الا انه يرجع لتركيا برضو يعني ايام الدوله العثمانيه كانوا بياكلوا الرقاق ده من زمان مش من دلوقتي، وبعد كده راح لسوريين لسوريا اهل سوريا. بصوا هحط كده نقطه زيت، هنبدا نعمل شويه عصار كده بساط ولطاف وجمال، واخلي المرق هنا واخد جزء كده من الحراره بس عشان يبقى ساخن. وهاخد بقى بسم الله الرحمن الرحيم البصل، بسم الله. طبعا العصاج بتاع الرقاق بيحب شويه بصل حلوين كده، بسم الله. نقلب، طبعا بحط البصل، احب احط رشه ملح وفلفل عشان تساعد البصلايه انها تنزل المايه بتاعتها وتتحمر على طول، وبرده بينكه البصلايه بسرعه فبيبقى طعم البصله حلو كده. نقلب تقليب، انا مع الناس اللي مش بيعملوا العصاج بالعكس يعني نحط اللحمه الاول وبعدين ننزل البصل، لا بحس دايما ان البصل ما بياخدش تسويته قوي لانه اللحمه بتكون بالفعل استوت وانا مش عايزاها تنشف، فبحب احط البصل الاول وبعدين ياخد التشويحه بتاعته، بعدين اضيف الثوم، بعدين اخر حاجه اللحم، لان كده كده اللحم بحبه يبقى جوسي شويه يعني يعني لما اجي اكله ما الاقيش اللحمه نازله من الرقاق مفرفته وناشفه، ده مش حلو، فاحنا عايزينها تبقى كده فيها طراوه وجميله وبرده هو كريسبي من فوق. هقول لحضراتكم دلوقتي احنا هنعمل ايه فيه، هو السهل الممتنع ولكن طبعا لا يعلو على الافران البلدي اللي بيتعمل فيها، في ناس اصلا بتعمل الرقاق ده وتبعته في المخابز يتسوى، زي زمان كان في عرف انه الفرن المخبز يعني يعمل احلى صينيه مكرونه بشاميل لما تتعمل تروح المخبز لما يبقى فيه عزومات، الصواني الكبيره دي تتعمل في تدخل بسرعه عشان تتحمر بسرعه وتطلع شكلها حلو، او في البيوت على الافران القديمه والله ما فيش احسن منها، فاكرينها الابيض اللي بتاع زمان ده يطلع احلى صينيه بطاطس لانه كان بيسوي من فوق ومن تحت وما كانش والله فيه تقريبا شوايه افتكر يعني، الناس القديمه هتقول بقى، ما اعتقدش كان فيه، اصل انا جيت على الجديد فما معانا ام اسلام، يا صباح الفل. يا صباح الهنا حبيبتي، مني انا يا روح قلبي. حبيبه قلبي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبصحه وعافيه حبيبتي. هو العيد جه خلاص؟ احنا قربنا اهو. ادينا بنستعد اهو. اجعل ايامك كلها اعياد يا حبيبه قلبي. امين، احنا وانتوا كل السامعين يا حبيبتي. يا رب، وامة محمد كلها يا رب ان شاء الله، ويجعلوا كده عيد سعيد علينا
على أمة محمد وعلى المسيحيين والمسلمين كلنا اخوات يا رب. امين يا حبيبه عمري، تسلمي ويسلم ذوقك والله. تسلم ايدك يا حبيبه قلبي على كل حاجه. تسلمي. على طاجن العكاوي بقى. ده هيتبعت على طول ده ولا ايه؟ لا ده انا هعمله ان شاء الله بامر الله. بامر الله حبيبتي، دايما عامر حبيبتي، دايما عامر. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. بصي يا ست البنات، قولي لي يا حبيبتي. بصي يا حبيبتي، انا كنت دايما بنشف النعناع في الهواء بس مش بحب احطه في الشمس عشان ما يسودش. ماشي. دلوقتي انا سمعت ان هو ممكن في الميكروويف يتعمل. طب وليه؟ يعني على اساس ان هو يحتفظ بالخضار بتاعه وينشف على طول. بالعكس، هو في الهواء هيحتفظ بالخضار بتاعه، الميكرويف ده لو زاد سن اخد وقت اطول او اقل مش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. يعني لازم تكوني جربتيه احسن طبعا. لا انا ما جربتوش قبل كده بس طيب. انا سمعت عليه، انا قلت اسالك. لا انا بصي، انا ست بميل للحاجات الحقيقيه الطبيعيه الكويسه اللي احنا متعارف عليها. في افتكاسات بتبقى حلوه برضو بتسهل بس مش في كل حاجه. مش في كل حاجه. انا شايفه انه في الهواء افضل ومش هيسود على فكره، طالما بعيد عن الشمس عمره ما يسود. ايوه حطيه جوه البيت. الشمس خالص جوه البيت ده ممكن على السفره ما يجرالوش حاجه، بس المهم يبقى فيه هواء بس. خلاص ماشي. بس لو في شباك مفتوح في الاوضه خلاص، بس ما فيش شمس. اول ما تحطيها ام اسلام دي بعد ما بتجف وتحطيها كده في كوبايه الشاي بترجع خضرة زي ما كانت. ايوه لا انا بحب كمان احطه في المحشي في طيب. في الاكلات هترجع خضرة كما كانت اول ما تتعرض بس للسوائل. ما تقلقيش خالص وتبقى احلى. خلاص. حتى الطعم مش هيتغير لانه النعناع بيتاكسد برضو. فانا ماشي حبيبتي، ده رايي طبعا وليكي حريه الاختيار يا حبيبه قلبي. طبعا امال انا بسالك حبيبتي ليه يا ربنا حبيبة يسعدك قلبي. يا روح قلبي تسلمين يا رب، يسلم ذوقك، نورتيني وشرفتيني يا ام اسلام يا غاليه والله. هقلب كده تقليبه حلوه وايه، وعايزين نخلي بقى ايه. بصوا اللحمه دي لما بتاخد كده وقتها في التسويه كده بشكل حلو بتبقى جميله. وبعدين انا هبدا اضيف دلوقتي ممكن شويه الفلفل الالوان. شويه الفلفل الالوان دول بقى يا مدام منال لو حضرتك حطيتيهم مع الرقاق الطري بيبقوا جمال قوي. معانا مدام روحيه، يا اهلا وسهلا. ازيك يا عظيمه؟ يا حبيبتي اهلا وسهلا بيكي مدام روحيه الغاليه، ازيك؟ ربنا يخليك. صدقيني انا بقى عاوزه اكلمك يعني ابص الاقي مشغوله على طول، حبايبك كتير يا عظيمه. يا حبيبتي وحضرتك من اغلى الحبايب والله. ربنا يخليك ويصلح حالك يا بنتي وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه والسعاده والله، تسلم ذوق حضرتك. شكرا ليكي. طب اسالي عليا يا عظيمه. عيني مدام روحيه حبيبتي ما اقدرش، انا ما استغناش عنكم ابدا والله. الله يخليك يا عظيمه، انا جايبه لك التمثال من ساعتها ومحدش جه خده. تمثال العذراء؟ يا حبيبه قلبي حاضر، من العين دي والعين دي. صدقيني محطوطه اهو في النيش، واقول عظيمه ما جتش خدتها اهو. يا حبيبتي. وده باسمك انت. يا رب يخليكي ليا يا مدام روحيه، ما تحرمش منك ابدا، وهاخده ان شاء الله على خير باذن الله. باذن الله. بشكر حضرتك، كفايه انك افتكرتيني، كتر خيرك حبيبتي. شكرا ليكي مدام روحيه والله، شكرا لحكوا الحلوه والله، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. يعني انا بصراحه بحب اصلي تمثال العذراء جدا، بحبه اللي فيه صوره التجلي اللي يعني بحبه. ف يعني جات لي الصراحه اسمحوا لي برده اشكر ام اسلام لان هي جابت لي تمثال العذراء وبعتته لي. ومدام روحيه انا اتفاجئت بجد ان هي كمان جابت لي تمثال العذراء وشايلاه على اسمي، فان شاء الله هاخده هبعت وهاخده كله، هشوفك وهلتقي بيكي بكل حاجه. تسلم ايديكوا وعينيكوا، ربنا ما يحرمنيش منكوا ابدا. بحط بهارات بقى، بصوا بهارات لحمه تمشي، بهارات السبع بهارات تمشي مع ملح وفلفل، حطيت رشه جوز الطيب، دي تطعيمه من عندي طبعا بتخلي كده الايه العصاق جميل، بيديله طعم حلو. انا مش عايزه انشف اللحمه قوي، ما تنسوش حضراتكم ان اللحمه دي هتخش مع الرقاق الفرن فطبيعي هيتعرض لحراره. تمام. عايزه ابص بس هنا، بصوا بقى بدا يغلي اهو، عايزه اقلبها بس مع حضراتكم تقليبه كده اللي هي العكاوي. بسم الله. بعد ما حطينا ليها شويه سيبناها بس تغلي غلوه كده هنا، شايفين ازاي؟ وهم هم شويه الصوص دول او المرق اللي حطيناهم او الميه دي هي اللي هتخش بالطاجن الفرن وهتسوي العكاوي بالشكل المظبوط. اهي شايفينها ازاي؟ مش كتير ولا حاجه، بس طبعا الريحه مش قادره اقول لحضراتكم، جميله جدا. ممكن نديها كمان شويه بهارات لحمه من هنا. عايزه اقول لكم من اجمل الطواجن اللي بتتعمل وبتبقى حلوه جدا، وفي ناس بتحبها كتير قوي قوي قوي. يعني
نقلب كده تقليبه حلوه بقى للعصاج. بصوا العصاج انا خلاص اهم حاجه انه بصوا ما فيهوش ميه. بصوا انا بعمل كده لحضراتكم عشان لو في ميه تبان. ما فيهوش ميه نازله في الطاسه وده المهم علشان اقدر ايه ارفعه بقى من على النار. لكن بصوا هو فيه الروح لسه يعني طري، اللحمه ما نشفتش وانا مش عايزه انشفها اكتر من كده اهو كده. هاخد بقى رشه ملح بسيطه. معانا مدام زينب من القاهره. زينة يا زوزو يا قلبي، اهلا. ازيك يا سيس؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا قمرايا؟ وحشتيني قوي 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 يا روح قلبي. انت اكتر قوي 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 قوي. ميرسي، مبروك للتاهل يا قلبي. الف مبروك ليكي يا روحي، انا عارفه ان انت مبسوطه وفرحانه. الف مبروك للاهلي. انا مبسوطه جدا جدا جدا. الحمد لله، ربنا يسعد كل اوقاتك يا حبيبه قلبي. ميرسي. ماما عامله ايه؟ الحمد لله. انا عملت كيكه وهبعت لك صورتها على الصفحه النهارده. يلا فورا، انت اتاخرتي كده عقبال ما بعتي. يلا انا مستنياها علشان اعرضها معايا ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص يا روحي، بوسي نفسك من هنا ومن هنا. ربنا يسعدك يا زينة، وميرسي لاتصالك وسؤالك يا حبيبتي. انا هجهز الصينيه بتاعتي بقى. بسم الله اهي. بصوا بقى هنعمل في اي صينيه موجوده. طبعا انا عارفه ان الصينيه دي وانا اصريت نعملها النهارده عشان هي اللي موجوده في اغلب البيوت اللي ايه حضراتكم بتحبوا تعملوا فيها، وبتبقى مقاس الرقاق. لكن طبعا اللي عنده حاجات تانية وعايز يستخدمها ماشي، بس طبعا الصينيه دي رائعه. نشف كده، همسح مسحه بس سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي المرق، سواء مرق اللحمه او مرق المواسير او اي مرق موجود عندي. هاخد كده همسح كده مسحه بس في الايه الصينيه الحلوه دي هنا كده. وبعدين اول ورقه بعمل جنب واحد بس. ازاي؟ اهي بسم الله. تعالوا كده ناخد الطبق نقربه هنا. هاخد اول ورقه سليمه، هنقيها سليمه مثلا ولتكن بسم الله هذه الورقه. لا مش دي، ممكن اخد دي. طيب كده خليني اطفي بس النار هنا وهنا كمان. طيب هاخد كده بجنب واحد، يعني الناحيه دي انا مش هبلها، هبل الوش بس، اول ورقه بس من تحت. ليه؟ علشان تبقى مقرمشه، لما اجي اقرمشها وش السمنه اللي تحت هيقرمشها لي. لو انا حطيتها بالمرق هتبقى طريه اهي. شايفين ازاي؟ اللي تحت ده ناشف. طيب هاخد كده مسحه من السمن بسيطه وامسح كده. وممكن من القشطه لو عايزين بقى حاجه يعني جميله ممكن، بس انا مش عايزه ازود السمنه قوي، انا عايزاه برضو تاكلوه ما يبقاش تقيل وما يتعبكوش، لان الواحد في العيد بياكل اكلات كتير قوي بتبقى مختلفه على السفره وبتبقى معظمها يعني تقيل برضو. خلينا نتكلم يعني. طيب وهاخد هنا كده بسم الله اهو، وهاخد الورقه الثانيه. غالبا هقول لكم عدد الورق تقريبا هيبقى كام، خليني بس البس جلافز عشان لو مسكتها تاني ابقى انا مطمنه. غالبا بيبقوا اربع ورقات تحت واربعه فوق، او ممكن على الاكثر خمسه تحت واربعه فوق مثلا يعني. غالبا كده تعمل صينيه كويس على حسب ارتفاع الرقاق اللي حضراتكم يعني تحبوه. هاخد طبعا من معلقه كده من السمن، لازم ايه اروح مسحه مسحه كده هنا كده على وش الرقاق. وبعدين هاخد ورقه كمان بسم الله اهو كده، وهنا كمان بسم الله. مش بنزلها بقى اغمرها تحت في الصينيه عشان تطرى قوي، لا عشان يطلع برضو في الروح يبقى حلو. لان في ناس بتروح جايبه صينيه فيها مرق وتروح مغطسه الايه الرقاقه منيماها ومطريها قوي، لا اهو كده. وهاخد هنا كده
الناحية التانية وأنا ماسكة كده حاسة بيها أنها إيه، والشوربة ما هيش مولعة بس سخنة يعني كويسة زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله هعمل كده وهاخد مسحة السم هنا. أحلى حاجة في الرقاق ده بقى أنكم ممكن تعملوه صينية وتحطوا على وشه القشطة البلدي أو وش اللبن وتحطوه في الفريزر قبل التسوية بتاعته، يطلع بس يرتاح كده في التلاجة ساعة ولا حاجة، وبعدين تدخلوه الفرن يستوي على طول وما ياخدش من حضراتكم وقت. كده أنا حطيت أربع طبقات. تعالوا بقى ناخد من الحشو كده، ما بنزلش قوي بعيد عن الحروف كده. شايفين ازاي؟ يبقى اللي في الحرف زي اللي في النص، نوزع الحشو كويس. الفلفل عامل شغل جامد، بصوا بقى. والصوص بتاع اللحمه، المهم اللحمه ما تبقاش ناشفه عشان لما حضراتكم تسووه في الفرن ما تتضايقوش ان هو نشف، اللحمه نشفت. طيب هاخد بقى تاني ارجع اعد الورقات بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو، ونمسح بين ورقه والتانيه مسحه سمنه خفيفه. بسم الله، حلوه قوي حلوه قوي، ماشي. سمعتي يا نودي؟ سمعتي يا نودي؟ كده بتتكلي على السين يا ندى؟ ماشي. ماشي 7 دقايق، ماشي يا نودي. كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الورق اللي حضراتكم متاكل منه حته كده نونو ولا حاجه، بعدين بقى ايه نحطه في النص ما يجرالوش حاجه. بسم الله، وهقول لكم نسبه المرق برضو اللي هنسقي بيه الايه الرقاق ده هتبقى قد ايه. بسم الله، ناخد برضو مسحه الايه السمن. في ناس بتحط كميه سمنه كتير قوي، تقول عشان يطلع مورق وناشف، بيطلع بيشر سمنه. يعني طبعا هي كل واحد ليه امزجه، الاكل امزجه، بس بيبقى كتير قوي عشان صحتكم، بس عشان الصحه. اخد دي كده اتنين، دي التالته، بقى لنا واحده كمان ونقفل الايه. بسم الله بسم الله. كده بقى لنا واحده اخيره ونحط مسحه السمنه كده زي ما حضراتكم شايفين، تطلع مرتبه كده وجميله كده. ناخد بقى الورقه الاخيره يبقى شكلها حلو كده اهي. بسم الله، هنا بسم الله، واخر ورقه اهي، هدهن برضو على الوش زي ما قلت لحضراتكم اهي، وش سمنه كده حبه حلوين. دي بقى معلقه حلوه كده، وهعمل كالاتي. هرفع ده بس هنا، هجيب القشطه، اسمحوا لي اقرب الصينيه كده، هعمل كده. بصوا بسيط، بس سنه كده بسيطه بايدي، شايفين ازاي ببطط كده سنه اهي عشان ايه تبقى قافله على بعضها. حلو، وهاخد كبشه واحده من المرق اعمل كده. بس، وهاخد القشطة سواء وش اللبن أو القشطة على الرقاق كده أهو، دي وبعدين يدخل بقى الفرن ياخد التسويه بتاعته. فرن طبعا 180 ومتوسط عادي جدا على الشبكه في الفرن. بيبدا هو يلون مع نفسه كده وياخد اللون مع التسويه. خلاص تعالوا بقى ندخل الايه الشوربه.
شويه الرقاق الحلوين دول الفرن. يلا بينا. بسم الله. هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهنسيبه بقى لما ياخد يستوي وياخد اللون، وما بياخدش وقت، ممكن مثلا 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. صح، بس كده حواليها بين القشطه عشان ما تنشفش عليها، ونسيبها جوه الفرن ونشوفها برده مع بعض. بسم الله، احنا مطلعين واحده وان شاء الله دي تطلع معانا برده في نهايه الحلقه حضراتكم تشوفوها، بيبقى هناك نقدر نطلعه. بصوا بيبقى مقرمش برده وجميل ازاي، مخرجنا هيستعرضه دلوقتي. طبعا لو باقي شويه عصاك زي دول ما برميهمش، بروح شايلاهم عندي في كيس بحطه في الفريزر، اي وقت تاني عايزه اعمل اي حاجه بالعصاك ده اعمل. عندي بقى رقاق طري، رقاق ناشف تاني اهو، بروح محتفظه بيهم في كيس وتمام. وده اللي معمول قدام حضراتكم على الكاتنج بورد، بصوا مقرمش ازاي وجميل وطالع رائع، يعني ايه مش هتتضايقوا انه طري ولا حاجه، ولكن كميه المرق ما تكونش كتير، ما نطريش الورق قوي فيبقى طري قوي فتحسوه كانه فطير. الحاجات البسيطه اللي هي دايما ايه بتسال عليها دايما معظم الوقت. كده احنا بقينا طاجن العكاوي ننقله سوا مع بعض هنا في البايركس ده عشان ندخله هو كمان ياخد له شويه، بس ده هنحطه في الايه في قاع الفرن من تحت بقى شويه كده. تعالوا نجيب هنا لوج. ماشي حبايبي، تعالوا نقدم ده مع بعض. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. كده بسم الله. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نسمي الله. يا ريحة ايه، وعود القرفة عامل شغل عالي. طبعا احنا عارفين يا فندم، والله كل شيء جاهز، كل شيء مدروس يا فندم. كده هنا عود القرفة كده خليه هنا في النص يبان كده. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم شايفين كده. الله، نهار ابيض، ده كلام كبير صح كده. ورق اللورا، تشيري توميتو كده، نهار ابيض. وايه الخضار ده، عايزه اقول لحضراتكم بيطلع طعمه عسل فعلا، يعني طعم مختلف. شيري توميتو دي بقى تعمل شغل كده، تحسوها كده وهو ما فيهوش كسب الطماطم قوي للناس اللي مش حابه يعني، لكن تقدروا برضو لو مش عايزين براحتكم. ودلوقتي بقى استسمح حضراتكم هنطلع ايه فاصل، بعد ما نحط الطاجن القمر ده في الفرن هنطلع استراحة، نرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض بعد الشوطين نشوف هنعمل ايه حلو. مستنية حضراتكم.